حنروح لوحدة من أجمل الاحتفائيات بالمسابقات، نتكلم عن مسابقات وفعاليات دورة الألعاب السعودية 2023 واللي هي مستمرة، حيث أقيم مؤخرا ولأول مرة في السعودية تحدي فرس التقني، وهو من ضمن تحديات لعبة تركيب الروبوت. وشارك في هذه اللعبة 16 فريق يمثلون عدة جامعات من المملكة، ويتكون كل فريق من 4 لاعبين، وحصل فريق WE من جامعة المجمعة على الميدالية الذهبية. للحديث أكثر يسعدنا أن ينضم معنا عبر سكايب قائد فريق WE الحاصل على الذهبية في تحدي فرست التقني الأستاذ عبد الرحمن الدخيل. يا أهلا وسهلا فيك عبد الرحمن، حياك الله وألف مبروك الفوز. شكرا لك، مرحبا. الحمد لله تأهلنا وتعدينا التصفيات والحمد لله فزنا بالمركز الأول ومن أول مشاركة الحمد لله. ما شاء الله. طيب خلينا نعرف المشاهدين ونتعرف على هذه اللعبة، لعبة تحدي فرست التقني، اشرحها لنا كذا باختصار. احنا سمعنا انه تركيب روبوت صح ولا لا؟ اعطينا التفاصيل. في البداية اول شيء اوجه الشكر لسمو وزير الرياضة الامير عبد العزيز بن تركي ونائب مدير الدورة الاميرة دليل بنت نهار ال سعود على دعمها للرياضيين، واشكر الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية لإتاحة الفرصة لنا بالمشاركة بمسابقة تحدي فرست التقني. كذلك أوجه الشكر أيضا لإدارة المسابقة الأستاذة هداية المحيني. تحدي فرست التقنية فئة من مسابقة الفرست العالمية للروبوتات، وتهدف إلى تحفيز المشاركين ليصبحوا مهندسين ومبتكرين. يقوم الفريق بتصميم وبناء وبرمجة الروبوت للتنافس في تحديات علمية متنوعة، مما يختبر مهاراتهم في التفكير الاستراتيجي وحل المشكلات. الفريق راح يتكون من 4 أشخاص، شخص يقوم بتركيب الروبوت، وشخص يقوم ببرمجته، وشخصان يقومان بالتحكم بالروبوت. جميل. طيب عبد الرحمن، لو نتكلم عن استعداداتكم للمشاركة، خصوصا أنها يعني من ترى المنافسات التقنية اللي مي سهلة، خصوصا لما يدخل فيها عامل الوقت كمان. والله الصراحة هو التحدي الأكبر لنا كطلاب، يعني كان التركيز على الدراسة والمشاركة بالمسابقة في نفس الوقت، ولكن الحمد لله وفقنا بالمشاركة والتركيز بنفس الوقت. قبل المسابقة بشهرين بدأنا حنا، وكان الوقت ضيق جدا للترتيب والتجهيز المسابقة، والحمد لله يعني عدينا الصعوبات، عدينا صعوبات الدراسة والتركيز بنفس الوقت. والتجهيز المسابقة كذلك القطع كلها كانت تطلب من الخارج وكان يحتاج لها وقت لطلبها. قمنا بهذه المرحلة يعني في وقت ما طلبنا القطع، قمنا بفهم قوانين اللعبة ودراسة المسابقة بشكل كامل عشان يعني نأدي أفضل أداء. وحين وصل القطع من مهامي أنا كقائد فريق، قمت بتنسيق المهام مع فريقي، وهي تركيب الروبوت. يعني وجهت كل واحد من فريقي بأنه يمسك مهمة معينة على أساس ننجز الروبوت بأسرع وقت وأفضل نتيجة. الصراحة في آخر أسبوعين قبل المسابقة، وهي مرحلة اختبار والتدريب على الروبوت، واجهتنا مشاكل كثيرة من ناحية برمجية وميكانيكية، ولذيق الوقت الصراحة الحمد لله حلينا المشكلة. عملنا معسكر في الجامعة بالاتفاق مع إدارة النادي، والحمد لله ما قصروا معنا في توفير المعمل وتوفير الأجهزة اللي نحتاجها وتوفير الوقت الكافي، لأن اللي عملنا إلى أوقات متأخرة يعني مساء. جميل. هذه المسابقات دائما ما تمزج ما بين الترفيه والتعلم، كيف كان أثرها عليكم خصوصا لكم يعني هذه فيها تحديات فرست علمية ترفيهية، كيف مزجتوا بينها؟ الصراحة المزيج بين الترفيه والتعلم يخلي فهمنا العلوم والتكنولوجيا أسهل، ويساعد في تطوير مهاراتنا بشكل ممتع بنفس الوقت مفيد. احنا واقفين أمام تحديات علمية ونشوف أنفسنا في عالم مليان أفكار وحلول هندسية، نقدر نطور مهاراتنا العلمية والتقنية ومع ذلك نستمتع بوقتنا ونستفيد، وهذه هي الفكرة في تحدي. هي معتمدة على السرعة يا عبد الرحمن؟ معتمدة على السرعة في التركيب والتصميم؟ لا، هي مو معتمدة على السرعة في التركيب والتصميم، ولكن هي معتمدة على أنه كيف تفهم الروبوت، كيف تركبه بطريقة مثالية. يعني سرعة التركيب كان لضيق الوقت عندنا لما وصلنا الخبر كطلاب يعني بوقت متأخر، لكن من ناحية المسابقة نفسها لا، هي ما تعتمد على السرعة، تعتمد على الدقة في التركيب والبرمجة بشكل مثالي. جميل. وهذه
الفكره اساسا في تحدي فيرست تخلي العلم اسهل واحلى، وامتع، تعطينا فرصه نكتشف اشياء جديده ونحولها لحلول علميه وشيء نافع في الاخير يعني. جميل. طيب استاذ عبد الرحمن، خلينا نتكلم عن خططكم المستقبليه في عالم التحديات فيرست، يعني ايش ناويين عليه؟ ايش توجهكم؟ اكيد دخلتوا عصف ذهني عقب هالمنافسه. والله الصراحة في المستقبل أنا مشارك أيضا في تحديات فيرست، وبنخطط لتجارب جديدة ومشوقة، راح نوسع دائرة تأثيرنا ونشارك الحماس والتحديات مع المجتمع. الهدف هو نبني فرق قوية وندعم بعضنا ونحفز بعضنا على الإبداع، راح نتفاعل أكثر مع المجتمع ونتشارك الخبرات مع باقي المشاركين، وبالطبع نتمنى نستمر في بناء مجتمع ملهم ومبتكر. وأنا الصراحة متحمس لتجربتي كمشارك في هذا المشوار المثير، الحمد لله من أول مشاركة يعني فزنا في المركز الأول. وأحب أقدم شكر للأستاذ الدكتور صالح المزعم رئيس الجامعة، وسعادة وكيل الجامعة للتنمية والاستثمار الأستاذ الدكتور مسلم الدوسري، وكذلك أشكر إدارة نادي الجامعة على رأسهم الأستاذ الدكتور خالد المضيبري. طيب خليني بسألك سؤال قد يكون الأخير يا عبد الرحمن، يعني هذه المسابقة لأول مرة تقام في المملكة العربية السعودية، كيف تم اختياركم؟ كيف تم اختيار فريق العمل؟ كيف كانت خلفيتكم عن مثل هذه الألعاب حتى يعني ذهبتوا لهذه المسابقة وحصلتوا على المركز الأول؟ صراحة أنا عن نفسي كنت متابع ومحب لعبة تحدي فرس التقنية من عام 2016، والحمد لله كانت لحظة فريدة حينما اتيحت لنا الفرصة للمشاركة لأول مرة في المملكة. قمت بالتسجيل فورا. مشاركتي في هذا التحدي التقني في المملكة تعتبر فرصة لا تعوض الصراحة، وأتطلع إلى تحفيز المزيد من الشباب للانضمام إلى هذا العالم الملهم وتطوير مهاراتهم الفنية والهندسية. أنت شو تخصصك عبد الرحمن؟ أنا تخصصي علوم حاسب، مصارع علم بيانات في جامعة الجامعة. الله يوفقكم، يعني هذا الشيء صراحة يسعدنا، لأنه هنا بداية العلم وبداية العلماء، من الأشياء الجميلة هذه اللي فعلا تدخل في أدق تفاصيلها وتنجز بابتكار وفكرة تكون جدا رائعة. شكرا لك قائد فريق WE الحاصل على الذهبية في تحدي فيرست التقني عبد الرحمن.